تفتكر يا ابو الصلح ان الرحله دي هتجيب نتيجه؟ بكره تبوس ايديا عشان نصحتك تسافر معايا. يعني هلاقي شغل في اوروبا؟ اسالني انا. لكن انت ما سافرتش. لا ما سافرتش، انما ابن عمي سافر. هو قال لي ان الساعه في اوروبا توصل لعشرين جنيه في الساعه. حلوه قوي، عشان نقدر نسدد ديوننا. ديون ايه؟ تمن تذاكر السفر اللي مستلفينه. تذاكر ايه يا شحات؟ احنا هنرجع محملين هدوم يعني؟ هنبقى اشيك اتنين في الجامعه بجد. ولو شدينا حيلنا جايز نقدر نرجع بالمرسيدس. لا دي جامده قوي بقى بالصلح. ركك انت توقع واحده من اياهم. اياهم يعني ايه؟ مليونيره من بتوع اوروبا. مليونيره بتحبني انا؟ يا ابن المصريين سوقهم ماشي في اوروبا. اسالني انا. برضه ابن خالتك هو اللي قالك كده؟ لا جوز امي. انت مش هتلاحق طول ما انت ماشي في الشوارع، الدنيا هتمطر عليك مليونيرات. مليونيرات ولا جزم؟ انا وقعت من ساتك وانت واقفه. يعني ما كنتش قصدها؟ ولا دي ما بتعرفش عربي؟ الظاهر كده. يا نهار اسود، حلوه قوي. بتجنن يا صلاح، تحفه انتيكه. اتفضلي. عنك انت بالانجليزي، عنك انت، عنك انت بالانجليزي. ده عليها كل صباع واخوه تتمنى انهم يندبوا في عين الابعد. احنا هنا في مصر نحب نبوس كتير، هنا في الحتة دي نبوس بالانجليزي وبالعربي. ممدوح الغدا هيجهز بعد نص ساعة يا سمو الأميرة. طب روحوا انتوا. بتتكلمي عربي؟ ايوه. فوتك بعافية. يلا يا سيدي قبل ما نتهزم. يلا. استنى من فضلك. هو في الحقيقة يعني أنا آسف لو صدرت مني كلمة كده ولا كده. أصل يعني أنت بتعتذر علشان بتقول عليا حلوة؟ هو أنا وحشة؟ وحشة؟ قال له وحشة إيه؟ هو ما كانش متوقع انك بتتكلمي عربي. انا متربية في مصر. ابدع ناس. وراجع الهند علشان بابا المهرجة تعبان قوي. الف لا بأس عليه يا سمو الاميرة. طب مش واجب برضو تجيبوا له دكتور يا سمو الاميرة؟ بابا المهرجة جاب دكاترة من جميع انحاء العالم. لكن الظاهر انه تعبان قوي. بعتوني عشان اشرف على ثروته واملاكه. هو ما شاء الله عنده كتير. حوالي 100 مليار دولار. 100 مليار غرر؟ دول يزيدوا عن 100 جنيه بكتير. وحضرتك مسافر فين؟ انا مسافر اوروبا. انا بابا مليونير مصري. مليونير؟ مسفرني عشان اتفسح. الفلوس عنده كتير، مش عارف اوديها فين. مستفه فلوس، مستفه في الدواليب.
تفتحي اوضه النوم تلاقي فلوس، اوضه المسافرين تلاقي فلوس، تحت الكنب تلاقي فلوس، فوق الكراسي فلوس، في الحمام فلوس، البانيو مش هات الفلوس في البانيو. نسيت التواليت. التواليت كله فلوس، السفون فلوس، العيال ولاد اختي بيعملوهم قراطيس. فرصه سعيده قوي، يا ريت تتفضل تتغدى معانا انت وصاحبك. ده مش صاحبي، ده السكرتير بتاعي. هتيجوا؟ اه طبعا. انا في كابينه ثلاثه، وانت؟ انا في الكابينه اللي جنبك على طول. تعال هنا فهمني ايه اللي انت عملته ده. كتم خالص، مش وقته، قدامي. انت ابوك مليونير. وانا السكرتير بتاعك. جاك قوي. افهمنا بني ادم، دي واحده ابوها مهراجه وهي اميره، عايز نقول لها ان احنا تلامذه في الجامعه مسافرين درجه ثالثه؟ وايه يعني؟ هي هتناسبنا؟ مش يمكن. تأكيد اتجننت. ليه؟ مش يمكن تحصل معجزه واتجوزها وساعتها بقى نسيب المهرجه؟ لكن اكيد هتعرف ان ابوك صرماطي وانكم ساكنين في ضرب المقشات. مالها ضرب المقشات؟ ساعتها هتكون حبتني، واللي بيحب ما يهمهوش اذا كان اللي بيحب ابن صرماطي او حتى ابن كلب. اعقل يا ممدوح وبلاش جنان، ده انا بقى 60 مجنون لو سبت فرصه زي دي تطير من ايدي. يلا اتفضل قدامي. اتفضل. على فين؟ نغير هدومنا ونروح لها. هي مش عازمانا على الغدا؟ عازماك انت، انتوا مليونيرات زي بعض، ايش وصلنا انا يا كحيان؟ يا ابني تعالى بري نفسك بحتتين لحمه. الله الغني. بلاش، ما انت قصدك والشفاء.